معايا اتفضل يا سيادة فندم. النائب العام، موجود في اهو في الصورة امام حضراتكم، موجود في الموقع، موجود في امبابة، موجود سيادة النائب العام تواجد عشان يتفقد مكان ما حدث للكنيسة، ولازم طبعا كل الحاجات دي هتبقى مهمة جدا في التحقيقات والوصول لأسباب الحريق. دي معالي النائب العام وهو بيتفقد وبيشوف سيادة المستشار حمادة الصاوي، هو بيتفقد وبيشوف مكان الحادث، مهم جدا. تحرك سريع لدى الحكومة المصرية الحقيقة شيء عظيم، يعني كنت أتمنى والله زي أي مواطن مصري إنه ما يحصلش ولا حالة وفاة ولا حالة إصابة، أقسم بالله. يعني ده أكيد شيء مرعب ومحزن و تفضل سيادة